هلل هلل هللويا الله جل الله الكلمة حل الظلم وحل محلا. هلل هلل هللويا. بيتوخ قالو هولت وقتهم بمدلوخ سغدت ملكوش ميونو حاسولي خلدا حتيتلوخ ملكوش ميونو حاسولا الخلدا حتينا لو صلى وعلي ميت والمران قالو هون قابل كربونو ونترحم علينا باسلو المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين. أهلنا أيها الآب القدوس أن نذكر بالتسابيح أبانا مرنا عبد الله وقد نهج العيشة الديرية المشتركة فصار الراهب المعلم والمدبر المسؤول المثال وتتلمذ له كثيرون متشبهين به في طريق القداسة بشفاعته أبلنا يا رب أن نسعى إليك كما سعى وأن نجدك كما وجدك ومعه نرفع المجد إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس إلى الأبد آمين. السلام للبيعة ولبنيها المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الحنون الذي اختار أبرارا وصديقين رعاهم بعنايته وإلى الابن الفادي الذي أمدهم بعونه ونعمته وإلى الروح القدس الذي منحه الغلبة في الزهد والصوم والصلاة طارق مورابون صالح الذي يليق له التمجيد والإكرام في هذا العيد وكل أيام حياتنا إلى الأبد آمين. المجد لك أيها المسيح إلهنا المشرق علينا من حضن الآب الأزلي نورا وقداسا يا من جعلت صفيك الآب الآب نعمة الله مشعا بأنوار الفضيلة والعلم سائرا في طريق الكمال الإنجيلي نحتفل اليوم بذكره أمامك ونتأمل حياته خاشعين لقد كان مثالا في الفضيلة والتقوى معتصما بالإيمان والرجاء والمحبة لقد عاش حضورك في سر الإفخارستية في النهار والليل مستلهما طاعتك وعفتك وفكرك وتواضعك جاعلا كيانه هيكلا لروحك القدوس والآن نسألك أيها المسيح إلهنا بشفاعته على عطر البخور أن تبكيه لنا وللكنيسة جمعاء المعلم المنير والمدبر الحكيم والرسول الغيور فنسلك معه في طريق المحبة والقداسة آمنين ونبلغ السعادة الأبدية برخمور حيث نرفع معه المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد آمين. يا
على خطاه، نجينا من الخطيئة، إن عشنا بروح الإيمان والرجاء والمحبة وجددنا بالفكر والقلب. ضم أمواتنا إلى أجواق أبرارك يا ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبى. آمين. قادشات ألوهو، قادشات حايلتون، قادشات لوميوتو. اترحم علي. قادشات ألوهو، قادشات حايلتون، قادشات لوميوتو. اترحم علي. قادشات ألوهو، قادشات حايلتون، قادشات لوميوتو. اترحم علي. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا، نصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. آمين. بيعت الله سري وافرحي بالقديسين، عاشوا في روح البر عند الرب مرضين. سبحي الرب عني وافرحي بالقديسين، امدحيه وغني عند الرب مرضين. للمسيح الغفور نشنو ننشد الأفواه، يهدينا درب النور فيك نعمة الله. مجد للسيد بولس والرسل تحل رحم الله على جمانا وأبناء الرعية إلى الأبد. آمين. يا إخوتي، أناشدكم بمراحم الله أن تقربوا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية لله، تلك هي عبادتكم الروحية، ولا تتشبهوا بهذا الدهر، بل تغيروا بتجديد عقولكم لكي تميزوا ما هي مشيئة الله، أي ما هو صالح ومرضي وكامل. فإني بالنعمة التي وهبت لي أقول لكل واحد منكم ألا يعتبر نفسه أكثر مما يجب، بل أن يتعقل في اعتبار نفسه كل واحد بمقدار ما قسم الله له من الإيمان. فكما أن لنا في جسد واحد أعضاء كثيرة، ولكن ليس لجميع الأعضاء عمل واحد، كذلك نحن الكثيرون جسد واحد في المسيح، ولكن كل واحد منا عضو للآخرين. وبما أن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة التي وهبت لنا، فمن له النبوءة فليتنبأ وفق الإيمان، ومن له الخدمة فليهتم بالخدمة، والمعلم بالتعليم، والمعزي بالتعزية، ومن يعطي فليعطي بسخاء، ومن يرئس فليرئس باجتهاد، ومن يرحم فليرحم ببشاشة، والتسبيح لله دائما. هللويا وهللويا. الصديق كالنخل يزهر، ومثل أرز لبنان ينمي. هللويا. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم. ومع روح
روحك. إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي لبشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال متى الرسول: فيما كان يسوع ماشيا على شاطئ بحر الجليل، رأى أخوين، سمعان الذي يدعى بطرس وأندراوس أخاه، وهما يلقيان الشبكة في البحر لأنهما كانا صيادين، فقال لهما: اتبعاني فأجعلكما صيادين للناس. فتركا الشباك حالا وتبعاه. ولما جاز من هناك رأى أخوين آخرين، يعقوب ابن زبد ويوحنا أخاه، في السفينة مع زبد أبيهما، وهما يصلحان شباكهما، فدعاهما فتركا حالا السفينة وأباهما وتبعاه. وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز بإنجيل الملكوت ويشفي الشعب من كل مرض وكل علة، وذاع صيته في سوريا كلها. فحملوا إليه جميع من كان بهم سوء، مصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، وممسوسين ومصروعين ومفلوجين، فشفاهم. وتبعته جموع كثيرة من الجليل والمدن العشر وأورشليم واليهودية وعبر الأردن. حقا والأمان لجميعكم. هي صادقة هذه الكلمة، هي صادقة هذه الكلمة. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. إخوتي وأخواتي الأحباء، اليوم عيد القديس نعم طالله الحرديني. كل سنة للمناسبة الذبيحة الإلهية منرفعها على نية خينا الرئيس أنطوان بوعزي وسامر وست مسامر وعائلتهم. إن شاء الله بتضلكم بهلمة وتقدسوا، والله يحمي العيلة وتضلكم فوق راسها. اسمحوا لي اليوم كمان أذكر بهالذبيحة الإلهية المرحوم ميشيل عباس والمرحومة جوسلين بنته. بقى اليومين هيدا البيت صار عنده فاجعة، يعني أن يفقد شخصين بنفس الوقت، هيدي شغلة يعني ما بتنحمل إلا بنعمة ربنا. بدها نعمة ربنا للواحد شوي يتحملها ويقراها برجاء، مش بتعاسة يعني ومش بحزن. يعني نحن بنبتدي اعتبارا من بكرة تساعية الميلاد، كل يوم الساعة 3:30 بعد الظهر ما عدا السبت والأحد. السبت لسبب هو إنه الساعة 5 الجميع مدعوين لمشاركة أطفال جوقة مارلياس المارونية ريسيتال الميلاد، وهيدي السنة ريسيتال أطفالنا هن اللي رح يعملوا لمدة ساعة واحدة. الجميع مدعوين للمشاركة بالفرحة، نعيش نحن وياهم هيدي البهجة. وإن الله راد الأحد بيكون في عندنا القداس المعتاد الساعة 11، يلي خلال المناولة نعمل زياحة تساعية خلال مناولة الجسد. يعني توصيات العيد منزيع عليكم الأحد، وفيكم تتابعوها عبر صفحة الرعية على الفيسبوك، رعية مارلياس المارونية خربة أنافار، أو توصلكم التوصيات أيضا على هواتفكم 086-45-120 واتساب. نحن هلأ القداس عم ينقل مباشرة على صفحة الرعية، وأكيد أبنائنا أبناء رعية مارلياس المارونية بخربة أنافار إن كان في الوطن أو المهجر عم بيتابعوا هالقداس، بنتوجه لهم دايما بتحية من هالمذبح المبارك، لأنه حنينهم دايما وشوقهم يشدون لهون، وهيدي علامة كويسة للانتماء. نحن بعيد مار نعم طلع الحرديني ما فينا إلا نطلب شفاعته أخوتي وأخواتي، لقلنا كلنا سوا بهالظروف الصعبة اللي عم نعيشها، وما فينا نحن نكون يعني نصم أذاننا ونغمض عيوننا عن كل الأوضاع اللي عم نعيشها بهالوقت بلبنان. يعني أوضاع القاسية يلي عم تمرق علينا، يلي منصلي إنه بشفاعة مار نعم طلع الحرديني نجتازها بأقل ضرر ممكن، ويعجل الله بفرجه على الجميع، ترجع الأمور هينة على كل الناس وعلى مجتمعاتنا وعلى أحبائنا وعلى أبنائنا. بالنتيجة كل شيء بده يصير إذا ما كنا متمسكين بالرجاء
ومتمسكين بنعمة ربنا منعيش يأس محبط بودي إلى نهايات مؤسفة. ما بكفينا أنه وجود هالوضع اللي نحن فيه أيضاً بتلاحظوا أنه عم تقوى سقفة الإلحاد بين الناس، يعني حتى هيدي أساساً هي مدفوعة، يعني ممولة سقفة الإلحاد، عارفين فيها نحن من وقت شوي مش قليل، وهلأ بلشت توصل شظاياها إلى أبنائنا وإلى مجتمعاتنا، يعني إنما تعالج، يعني منا شغلة ذات قيمة كبيرة يعني، بس بتكلف وقت، يعني بدل ما يكون وقتنا مصروف على مطرح تاني أهم، بدها تكلف وقت حتى نرجع ننظف عقول أبنائنا وبعض أبنائنا من فيروس الإلحاد يلي عم يجربوا يبسوه بعقولهم وبثقافاتهم، ويخلوهم يبعدوا عن الإيمان، ويصيروا يتطلعوا بالناس يلي عم تقدس وبالقدسات وبالليتورجيه كما لو إنه شي سيرك ما لهم علاقة فيه، شي هيك مزحة، يعني إنه لك هالناس وين بعدهم يعني، وكله بيتعالج يعني، وبده شوية وقت يعني. بنصلي نحن وياكم إنه شهادة مثل شهادة القديس نعم طلع الحرديني بهالأيام نحن بأمس الحاجة إلى بين الناس، شهادة القداسة، شهادة المحبة، شهادة التخلي، شهادة العطاء، نحن بأمس الحاجة إلى أخوتي وأخواتي، وما نخلي اليأس يفوت أو يتسلل إلى قلوبنا، يعني نشوفه ونعرف نعالجه، أكيد رح نتأثر فيه، بس قلوبنا تضل مليانة هيك بالرجاء والتفاؤل للأيام الجاية واللحظات اللي جاية. إن شاء الله بيكون قداس مقبول أخوتي وأخواتي، وشفاعة مرنا عم طلع الحارديني تشملكم، تشمل هالعائلة الكريمة الرئيس والرئيسة وعائلتكم كلها سوا، تشمل كل من التجأ اليوم للصلاة لشفاعة هالقديس قديس كنيستنا المعلم مرنا عم طلع الحارديني. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله الحق من إله الحق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وسار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة في الدهر الآتي. أمين. جيت الوط ما تبحيد له هو الوط له دم حادي طليوت، وينو بصوغ الطيب وطاخ اعول البيت وخ وصغود بايك لوط قوت صوغ دحل تخمر يو دابارن وبزادي كوتخ آليفين صلوا علي ميت المران هلوهن قابل كربونو ونترحم علينا باسلوتو هللويا قال الرب إنني الخبز المحيي لآتي من حضن الآب قوتا للعالم قابلاني حضن العذراء الأم الناقي العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة صرت فوق المذبح قوتا للبيع هللويا وخبز حياة. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس، أجزل عليهم بركاتك الروحية
وبدل أعطيهم الزائل هب لهم الحياة والملكوت لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا. نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوبوية أم الله مريم، مار مارون، مار شربل، مار الياس، مار نعم طلة والقديسة ريتا. اذكر اللهم أباءنا وأخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقرب عنهم هذه الذبيحة، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. أمين. مريم العذراء نسمة الأرجاء، يا نجما ظهر فوق الشمس والقمر، يكشف وجه السماء ينسج لحن الرجاء، من عمق سر الفداء يرسم خلاص البشر. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبى. آمين. أيها الآب القدوس، امنح بيعتك الأمان والسلام والمحبة الدائمة. نرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبى. آمين. السلام لك يا مسبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا إخوتي بالمسيح. طوبى للسعينا إلى السلام، فإنهم أبناء الله يدعون. بك يا رب نبارك فنستحق الآخرة الصالحة المعدة لأهل السلام، ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبى. آمين. لك يا رب نقدم هذه الأسرار المقدسة لكي تحررنا بها من آلام الخطيئة وتؤهلنا لأعمال البر، نرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد ومع روحك، لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله، نشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب، بالقلب والعقل واللسان نشكرك اللهم الآب والابن والروح القدس، يا من أنت والإله الواحد الحق، فيما يختلط شعبك المؤمن كله اختلاطا روحانيا، الجموع التي لا ترى والصفوف التي لا تحصى يمجدونك جميعهم تمجيدا ثلاثيا هاتفي. قدوس 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 أنت الرب القوي إله الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك العظيم، هوشنا في الأعالي أنت اللهم الآب، قدوس ابنك الوحيد، قدوس روحك الكل القداس، يا من خلصت العالم بتجسد ابنك وحررته من الخطيئة والضلال. وبيومه هودك دم حشودي لما بتحاي نساب اللحم بيدا وقادي شوتو بارخ وقادش وقصو يا بالتلميدا وكادو مار سبخوا المنه كل خون هونو داني تاو فغرو ديل دحلو فيكون وحلوف سجي ما تقسي وما تيه خصو يتحوبي والحيد العلم علمي
آمين. وخانوا على الكوس ودمزغوا من حمرو من مايو بارخ وقادش يا بالتلميدا وكادو مار سابش تاو من إيه كل خون هونو داني تاو دمو ديل دياتي قيح داتو دحلو فيكون وحلو فساقي متى شهد ومتيه وسيط حوبي والحيد العلم علمي آمين. وزاد على ذلك هذا الإيضاح قائلا كلما اشتركتم في هذه الأسرار أذكر موتي ودفني وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. لن ننسى يا رب الآيات العجيبة في تدبيرك الخلاص والآيات الرهيبة في مجيئك الذي فيه ستجازي كل إنسان بحسب أعماله. لذلك تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. وأيضا أبناؤك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك فاشفك اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلينا خاشعين. يا رب ترأف بنا وبكل ميراثك وارض هذا القربان بحلول روحك القدوس المنبثق منك اللهم الآب بأزليته والآخذ من ابنك بجوهره. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. ولتجعلنا هذه الأسرار نحن المشتركين فيها نتنعم معك يا رب ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. كن يا رب لبعتك ولرعاتها حصنا منيعا ضد التعليم الضال وعدد أبائنا مار فرانسيس بابا روما مار بشارة بطرس بطرياركنا الأنطاكي مار جوزيف بطراننا وسائر الأساقف المستقيمين الرأي لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك نسألك يا رب. يا رب ارحم. كن يا رب لفاعلي الخير مكافئا للمكبلين بالضيقات محررا للمساكين منجيا للبائسين والمضروكين والمتعبين مفتقدا نسألك يا رب. يا رب ارحم. كن يا رب سورا حصينا لكل مدينة وبلد يؤمن بك إيمانا قويما ويلجأ إليك نسألك يا رب. يا رب ارحم. كن يا رب مقويا الذين يلتجئون إلى ذكر أم مسيحك وإلى القديسين الذين أرضوك لا سيما مار لياش شفيع هذه الكنيسة ومار مارون ومار شربل ومار نعم طل صاحب العيد وأهلنا وموتانا بنعمتك لخيراتك الأبدية التي أعددتها لنا نسألك يا رب. يا رب ارحم. كن يا رب غافرا للموتى المؤمنين الذين خلصوا بموت ابنك الوحيد فإذا خلصنا من الموت ونجونا من الجحيم ونهضنا من مطامير التراب عظمت علينا وعلى أمواتنا نعمة ابنك الوحيد الذي نرجو بواسطته نوال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم.
أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اكترفناها بمعرفة وبغير معرفة. أهلنا يا رب أمواتنا بنعمتك إلى التنعم بملكوتك السعيد مع التجديد بالقيامة العامة لكي يمجد بهذا وبكل شيء، يمدح ويبارك ويبجل اسمك المبارك كل الوقار. مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. العمي يبصرون والموتى يقومون والأسرى يطلقون والمساكين يبشرون. المجد لك أيها المسيح ابن الله يا من تجسدت لأجلنا. المجد لك يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك. لك المجد إلى الأبد. افتح يا رب أفواهنا وشفاهنا، قدس أجسادنا ونفوسنا، طاهر عقولنا وضمائرنا، فنهتف إليك متضرعين يا أبا المراحم ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. أمين. جعل يا رب ما يؤذينا ويخسرنا يتحول عاجلا إلى ما يفيدنا وينفعنا، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسدي مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. فلتأتي يا رب نعمك وبركاتك وهباتك الإلهية كلها وتحل غزيرة على بيعتك ورعاياك وأديرتك، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأل الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. كان يا ما كان. هللويا. كلمة الله. هللويا. صارت إنسان. هللويا. كان يا ما كان.
صارت إنسان. هللويا ابن الله الإنسان من عنا تجلى. شو كان هالإنسان لولا ابن الله؟ هالدنيا كلها وهالأرض الخضرة ما شافت الله لولا من العذراء. كان يا ما كان. هللويا كلمة الله. هللويا أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحم. من عنا من هون من هون بلاده غير وجه الكون ليلة ميلاده. ليلة ميلاده بلش عمر الكون من هون بلاده من عنا من هون. كان يا ما كان. هللويا كلمة الله. هللويا صارت إنسان. أيها الأب القدوس، إن أفواهنا المعتادة القوت الأرضي تشكر نعمتك التي أهلتنا لهذا القوت السماوي، جسد ابنك الوحيد ودمه. هو الذي به ومعه يليق بك المجد والقدرة والوقار مع روحك القدوس الآن وإلى الأبد. أمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. أيها المسيح الخبز السماوي، يا من تنازلت فصرت لنا مأكلا غير فان، لا تجعلنا مأكلا للنار التي لا تطفأ في مجيئك الثاني. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. أمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بشفاعة مرنا عطل الحرديني بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد له المجد إلى الأبد. أمين.